إذا نتكلم على مستوى التشريعات أو رسم السياسات العامة، فهناك الكثير من الاستراتيجيات التي أقرت ما بعد 2015، مثل استراتيجية أبديت تحديث الاستراتيجيات السابقة، لأنه نحن الآن بصدد الاستراتيجية الثانية اللي هي نهوض واقع المرأة العراقية، مناهضة العنف، التخفيف من الفقر، التنمية المستدامة، رؤية العراق 2030، إعادة إعمار المناطق المحررة. كلها هذه دخلت المرأة شريك أساسي في مثل هذه السياسات الوطنية. مشاركة الشباب والشابات في مراجعة وتقييم عمل بيجين يعد مهماً، لأنهم أصحاب مصلحة وعامل تغيير لتسريع وتنفيذ منهج بيجين ولتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة. ما يتعلق بانخراط المجتمع المدني في صيرورة المراجعة، أظن على أن أولاً لابد من الاعتراف على أن مسألة حقوق المرأة مسألة لا تتعلق بفئة معينة يعني في حد ذاتها، ولكن تتعلق بالمجتمع ككل، وبالتالي لابد من انخراط الجميع، جميع الجهات سواء الرسمية منها والمجتمع المدني، للتفكير سوياً أولاً في الثغرات، للوقوف على الثغرات، للوقوف على الإنجازات، لرصد كل ما أنجز وكل ما لم ينجز، وكذلك لرسم استراتيجيات والتصورات المستقبلية. أما على المستوى الإقليمي فكل الدول العربية اكتشفت بفضل يمكن المراجعة الدورية دي أن قضايا النساء هي أيضاً قضايا تنموية، وبالتالي ان الالتزام بيها هو ايضا التزام باجنده تنمويه. طبعا تكمن أهمية مراجعة التقدم المحرز لمنهاج وعمل بيجين بعد 25 عاما هو انه فرصة للدول للتوقف عند ماذا حدث في آخر 5 أعوام ولتجديد الالتزام نحو الجوانب الحاسمة التي يعني تعتبر أولويات بالنسبة للدول، فخاصة للأردن كانت هذه الفرصة مفيدة أولا لخلق حوار وطني ومشاورات وطنية حول ما هو التقدم المحرز، ما هي التحديات التي تواجهنا، وما هي الأولويات التي سنعمل عليها في 5 أعوام القادمة، والتي رفضت عملنا في تحديث استراتيجية المرأة الأردنية للأعوام 2025. أطمح إلى وجود عالم في حقوق متساوية لكلا الجنسين، أطمح أن يكون عالمنا أفضل بوجود حقوق للجميع، أن نعيش في عالم نستطيع أن نحصل على نفس الفرص ونفس الرغبة.